السلام عليكم وأهلا بكم، معكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس برنامج أدوبي إليستريتور للمبتدئين. درسنا النهاردة بسيط وسهل جدا، هنشرح إزاي تكتب أي كلمة 3D بطريقة سهلة داخل برنامج الإليستريتور. زي ما انتوا شايفين عندنا كلمة إيجيبت بعد ما طبقنا عليها الشرح اللي هنشوفه في درسنا النهاردة، وهنتعلم في الدرس ده إزاي تكتب داخل برنامج الإليستريتور بالشكل ده. اول حاجة هروح افتح ارتبورت جديدة، وبعد كده هحدد الالوان اللي انا محتاجها في الكتابة وهطبقها على التكست. انا هختار لونين فقط من نفس اللون بس هيكونوا بدرجات مختلفة. هختار اداة الريكتانجل تول وارسم بيها مربع صغير بالشكل ده، واختار من لوحة الالوان درجة اللون اللي انا عاوزه. وزي ما قلنا انا عاوز درجتين من اللون، درجة فاتحة ودرجة غامقة. هختار الاول الدرجة الفاتحة وبعد كده اعمل كوبي للمربع، او هضغط كليك مع الت واسحب بالشكل ده يتنسخ معايا لمربع جديد، واضغط على المربع المنسوخ واختار له الدرجة الغامقة واضغط على اوكي. وبكده انا اخترت درجات اللون اللي انا هستخدمها في التكست. ودلوقتي هنحدد على الالوان اللي انا اخترتها، واروح لبانل السويتشز واختار نيو كولر جروب، واتأكد ان مفعل اختيار الجلوبال عشان لو حبيت اغير درجة اللون في التكست في اي وقت اعرف اغيرها بسهولة. وبعد كده هضغط على اوكي. واللي ما تابعش درس السويتشز وعاوز يتعرف على ازاي بننشئ مكتبة الوان وفائدة الجلوبال هيظهر لك دلوقتي في علامة الاي فوق في الفيديو الخاص بالدرس، وهيظهر معايا اللونين في جروب خاص بيهم داخل بانل السويتشز. وبعد كده هروح لأداة الكتابة تايب تول وأضغط في الأرتبورد وأبدأ أضبط إعدادات الكتاب، وأتأكد من اختيار للمحاذاة من اليسار لأن هكتب بالإنجليزية. وبعد كده هختار حجم الخط وليكن 150، وأختار الفونت المناسب للتصميم بتاعي، وأبدأ أكتب كلمة إيجيبت. وبعد كده هحدد الكلمة عشان أطبق اللون عليه، واختار الدرجة الغامقة من مكتبة الالوان من الجروب اللي اضفت فيه الوان التصميم بتاعي. وبعد كده هضغط كليك على الكلمة واروح لقائمة ايديت واختار منها كوبي. كده انا عملت كوبي من الكلمة، واروح تاني لقائمة ايديت واختار منها بيست اند بليس، واضغط كليك على الكلمة اللي انا نسختها واختار اللون الفاتح من مكتبة الالوان، وابتدي احرك من الكيبورد بالشكل ده ويبدأ يظهر معايا الشادو بالشكل 3D لغاية ما اوصل للشكل اللي انا عاوزه. وبعد كده هضغط على التكست واروح اعمل له استروك باللون الابيض واخلي القيمة 2 بوينت، ويظهر معايا بالنهاية بالشكل ده بطريقة سهلة وبسيطة. وبكده يكون درسنا انتهى، وانتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله.